وكانت ليلة الجمعة حلمت واحد الحلم سبحان الله. حلمت يما الله يرحمها جاية لبسة جلابة خضراء وجاها منور وفرحانة، ويما واقفة هكا في الطريق، وختي بعد شافت فيا قالت لي وين راهي، عيطي لها تجي، طولت بزاف عليا خليني نروح. انا بقيت هكا نشوف فيها، من بعد دورت وجهي نشوف اختي جايه، واختي كشغل ماشي حابه جايه وزحفانه. قلت لها يما راهي غير تحوس عليك وطولتي عليها. من بعد اختي دارت لي هكا وش بيها راني جايه، وش بيها مقلقه راني جايه، بديت نضحك تا كنت نشوفك تنقلشي عليها تعرفي كي دير لك. ومن بعد كي جات اختي يما واقفه من واختي هذا في الحلم بالجمعه وانا واقفه، شفت فيها جات جينا باش نروحوا، شفت حاجتك في رجليا، قلت لهم يا انا بلا بلغة ما جبتش البلغة تاعي، انا نروح لدار ماني نجيب البلغة ونجي، روحوا نتوما بعد نجو بعد انا نجي. هما راحوا، وفي هذاك المنام نزيد في هذاك المنام نوم روحي في دار ماني، دار ماني عندها لاتيغاس، وفي الليل وانا في لاتيغاس نسمع اختي تعيط لي تخدي ناديه هربي وجاي قلت لك بالموس وجاي قلت لك بالموس. وكي طليت نلقى الغاشي، هذا المنام حكيتو لها نهار السبت، حكيت لها هذا المنام، كي حكيتو لها قالت لي خير ان شاء الله. سبحان الله الحلم هذاك عاود خرج كيما هو. انت اللي حسيتي ماشي اختي؟ ايه هذاك المنام نمتو بالجمعه السبت حكيتو لها قبل ما تموت، سمعته وقالت لي خير ان شاء الله. صافي كي ماتت انا في الجنازه بقات لاسير تاع شغل حتى هي ويما، ويما كي كانت مريضه الله يرحمها زعما هذا واجبي شغل انا اللي قمت بها نجري بها، ولو كي جو عظموا لي الاجر نقول لهم كيفاش خيرتها هي داتها وانا على ما داتنيش، شغل جاتني صدمه وليت نقول لهم كيفاش انا اللي كنت نجري بها، علاش داتها هي، علاش خلاوني، علاش راحوا في زوج. الحمد لله. وبقيتي وحدك، كيفاش دايره الحياه بلا يماك وبلا اختك؟ تحس بالبيت اون بليس كنت نسكن في زيلاندا تحت الوهرة، تحس ماشي وحدي الحمد لله، كاين ربي سبحانه، عندي بابا عندي خويا، بصح تسماط لك الدنيا تسماط بزاف. وهي مسكينة ما عندها حتى علاقة بالمشاكل يعني، وهي وليدها كان ضاربين بالحجارة وما جابوا لي سينيال، ما فهمت واش دخلكم انتوما كبار، هادو صغار متضاربين انتوما واش دخلكم. والناس تما في الحومة كاع شافوا، وواحدهم جاب دينه هذا اللي مازال ما خرجش، كاع مجابدينو بلي هو كاع شافوا، بصح ما كانش لي يشهد، ما كانش لي يعترف وما كانش لي يشهد. طيب بعد وفاتها كيفاش العائلة ولادها وراجلها كيفاش عاشوا الصدمة هذيك؟ كبيرة بنتها الكبيرة عندها لي كريزي بيليبسي مريضة، بصح كانت مليحة. نهار الجنازة تاع يماها ما بكات، ما كاع اوت غير تشوف، يجوا عظموا لها الاجر تبقى تشوف فيهم، الدمعة ما طيحتهاش والو غير مشوكية حاكمة بلاصة ودايرة غير هكا تشوف برك غير تشوف. دوكا نتبعوا فيها عند بسيكات نتبعوا فيها نداووا فيها. سمحي لي ندير تصويرتها كي كانت لاباس بها. دير كي هكا تصوير دوكا ولات دوكا. سنعرض عليكم مشاهدينا صورة ابنة السيدة التي قتلت هذه بنتها الكبيرة مأساوي. هذه صورتها لما كانت أمها عايشة بعد الحادثة بعد عملية القتل البشعة. دوك نشوفوا كيفاش ولات بنتها الكبيرة بسبب فقدانها لوالدتها. هذه هي يعني كما نقولوا احنا مغيبة، جاتها الصدمة، اتبع عند طبيب الأعصاب بصح ما تحسنش كاع زاد عليها الحال. سمحي لي نقول واش قلتي لي مقبل على عليها، لانه حنا نحكيو على عصابه الاحياء، عصابه الاحياء ماشي برك يديروا زعما يتنوض باكر يضربوا بالحجر ما تخلص. عصابه الاحياء هي عقليه، هي هو نمط حياه، والمافيا عايشين مافيا ما عندهمش حدود، يقدروا يديروا اشياء فظيعه وما كاين حتى حاجه تحبسهم، لا الحبس يحبسهم لا اشياء اخرى تحبسهم. هذه الطفله المريضه دركا واسمها مروه. مروه هي مريضه، يعني مريضه عندها مرض الصرع وتتابع عند طبيب الاعصاب. تدهورت حالتها بشكل فظيع بعد وفاه والدتها، وتخيلوا ان هنالك بعض المنحرفين في نفس المنطقه التي قتلت فيها والدتها يقومون باستدراجها. ايه كاين واحد الشخص شفتي البارح يعني انا جيت ضيفه عندهم، خذها ولات تحكي لي، قالت لي مروه عيط لها واحد في تليفون. قلت لها مروه عيط لها في تليفون كي تمسخري بيا، وهذه كانت عندي في وهران كانت لاباس بها، هي ما حبش يجيها حالها تجي عندي ما تقولي لا انا نروح لدارنا توحش خاوتها وكامل. قلت لها كي تمسخري بيا كيفاش عيطوا لها في تليفون؟ جابت لي تليفون خاطي كاين واحده وعيط لها، وديجا خوتها هدرت معاه، بصح هدرت معاه على اساس انها هي شغل هي مروه باش تشوف واش يهضر معاها، والاخرى واش راكي صافا لاباس وقتاش تجي عندي وقتاش نتلاقاو. ما امنتش.